عمرك سمعت عن حيوان ما بيشربش المية العادية بتاعتنا ولو شربها يموت، وحيوان تاني مقضي حياته أكل بس ونوم وممكن ينام بال20 ساعة؟ تخيل. هكلمك النهاردة عن أغرب حيوانات قارة استراليا، معلومات غريبة هتسمعها لأول مرة عن الكنغر ودب الكوالا. كمل معايا الفيديو للآخر، ولو عجبك ما تنساش الاشتراك في القناة عشان تتابع كل الفيديوهات الجاية. هنبدأ مع دب الكوالا. الكوالا حيوان استرالي لطيف جدا، بيطلق عليه دب الكوالا لكنه مش من الدببة، بيتبع فصيلة الجرابيات اللي بتلد صغارها غير مكتملين وبعد كده بتحطهم في جرابها ليكتمل نموهم زي ما بيعمل الكنغر، لكن الكوالا بيكون جرابه على ظهره مش في منطقة البطن زي الكنغر. كلمة كوالا في اللغة الاسترالية بتعني لا يوجد ماء، وتسمى بالاسم ده لأن الكوالا لا تشرب الماء، بتحصل عليه من خلال طعامها اللي بتاكله. بيعيش الكوالا في شرق وجنوب شرق استراليا وبيعيش في غابات الأوكاليبتوس، بيقضي معظم وقته بين فروع أشجار الكينة، بياكل منها وبينام كمان على فروعها، وبيستخدم مخالبه الحادة في تسلق الأشجار دي، وبيقضي حياته في النوم والأكل بس، وكمان بيختلط بغيره من حيوانات الكوالا عند التزاوج فقط، فهو حيوان منعزل. الكوالا حيوان محبوب جدا وليه شعبية كبيرة في استراليا، لكن للأسف دب الكوالا معرض للانقراض، ده بسبب كثرة صيده للحصول على فرو الجميل الثمين، عشان كده تم حظر صيده بمعاقبة القانون. الكوالا حيوان ضعيف البصر فبيعتمد على حواسه التانية زي حاسة الشم وحاسة السمع. بيتغذى الكوالا على أوراق الكينة والأوكاليبتوس شديدة الصلابة. الحاجة الغريبة سبحان الله إن الأوراق دي بتبقى سامنة، لكن الحيوانات الكوالا طريقتها في إنها تاكلها بدون ما تصاب بسميتها، عندها بكتيريا في كيس في أمعائها بتقدر تهضم الأوراق دي. الغريب إن الكوالا ما بيتولدش بالبكتيريا دي في نظام جسمه، لكن بيحصل عليها من أمه لما بيكون صغير. بتنقل الأم البكتيريا دي عن طريق إفراز مادة معينة لزجة بتسمى باب، واللي بيبتلعها الصغار بشكل غريزي. الكوالا بياكل كمية من نص كيلو لكيلو من أوراق الشجر كل ليلة. تعرف إن أكتر حيوان بينام هو الكوالا؟ بتوصل ساعات نومه من 18 ل 20 ساعة، والسبب في ده هو نظام الغذاء بتاعه اللي هو أوراق الكينة والأوكاليبتوس اللي فيها درجة سمية وألياف، فما بياخدش منها قدر كبير من الطاقة، عشان كده بينام كتير. دب الكوالا ليس له ذيل، لكن ليه أذن كبيرة وأنف أسود كبير لا يغطيه الفرو. حاسة الشم والسمع عنده قوية جدا، حاسة السمع دي بتخليه يقدر يكتشف الحيوانات المفترسة وكمان يتعرف على غيره من حيوانات الكوالا لأنهم بيعيشوا في مجتمعات. أما حاسة الشم بتخليه يميز الطعام بتاعه ومستويات السموم في أوراق الأوكاليبتوس، يعني درجة السمية في الأوراق دي، فبتخليه يختار الأوراق دي بعناية ويختار الأوراق اللي بتبقى أقل سمية أو فيها أقل مستويات من السموم في أوراق الأوكاليبتوس. وكمان الحاسة دي بتخلي صغير الكوالا يتجه لجراب الأم من خلال شم رائحة الحليب الموجود في الجراب، وكمان من خلال حاسة الشم بيقدر دب الكوالا إن هو يميز التحذيرات اللي وضعتها الكوالا الأخرى على الأوراق. تقدر بسهولة تميز ذكر الكوالا عن الأنثى لأن سبحان الله الذكر عنده في منطقة الصدر غدة اسمها غدة الرائحة، بتساعده في تحديد وتخصيص الأشجار، وكمان بيفرك صدره في جذع الشجرة وبيستخدمها لجذب الإناث، فالغدة دي بتفرز زيت شفاف ليه رائحة عطرية مسكية قوية. سبحان الله الذكور أكبر حجما من الإناث، والإناث بقى عندهم صدر أبيض نضيف، عندها كمان جراب بالخلف لنمو صغارها وحمايتهم. بتلد الأنثى مرة واحدة في السنة ومدة الحمل 35 يوم. صغير الكوالا بيبقى اسمه جوي. بعد الولادة بيبقى جوي في الجراب لمدة 6 شهور قبل ما يخرج أول مرة، وبيبقى طوله ساعتها حوالي 2 سنتي بس، وبيكون أعمى وبدون فرو. بعد كده بيقضي من 6 شهور ل 12 شهر راكب على ظهر أمه. بتكون رحلته المذهلة لحقيبة الأم على ظهرها معتمد على حاستي الشم واللمس. بعد كده بيفضل في جراب أمه لمدة 6 أو 7 شهور يشرب الحليب فقط قبل ما يتحمل أوراق الصمغ أو الكينة اللي بتعتبر سامة لمعظم الثدييات. وفي الفترة دي بيتغذى جوي على مادة باب اللي قلنا عليها، بتكون في فضلات الأم واللي بتخليها تنقل البكتيريا من أمعائها إلى جوي عشان يقدر يهضم أوراق الكينة بعد كده.
وفي عمر سنة بيفطم الصغار، ومن سن سنتين لتلاتة بتتفرق الصغار بقى وبيعتمدوا على نفسهم. الكوالا بيعيش في المتوسط من 10 ل 12 سنة في البرية. والأمراض المهددة للكوالا هي عدوى الكلاميديا اللي ممكن تسبب ليها العمى وأمراض الجهاز التناسلي والعقم، ودي أحد العوامل اللي أدت للأسف لانخفاض أعداد الكوالا في البرية. الكونغر أو الكانجرو باللغة الإنجليزية هو أكبر وأشهر الحيوانات الجرابية الأسترالية، وجمعه كناغر، بيوصل طوله 2 متر، أما وزنه بيوصل ل 90 كيلو جرام. الاسم العلمي للكونغر هو ماكروبود، وهي مشتقة من الكلمة اللاتينية التي تعني القدم الكبيرة. الكونغر من الحيوانات اللي بتتغذى على الأعشاب والنباتات. شكله طبعا مميز جدا، وبيكون عند الأنثى جيب في بطنها بترعى فيه صغرها. الكونغر عنده ذيل طويل قوي يعتمد عليه في التوازن، وبيكون بمثابة رجل تالتة ليه، بيساعده في السباحة. فالكونغر سباح ماهر وعنده حاسة سمع وبصر قوية جدا بيتميز بيهم. الكونغر رجليه الخلفية قوية وطويلة، وبيستخدم الرجلين دول في القفز لمسافات طويلة، فهو حيوان سريع جدا، بتوصل سرعته ل60 كيلو متر في الساعة، وطول قفزته بيوصل ل8 متر. الغريب ان الكونغر يقدر يتحرك للأمام فقط، لكنه ما يعرفش يتحرك باتجاه الخلف. الكونغر كمان من الحيوانات المضطرة اللي بيكون ليها معدة بها حجرات شبه معدة الأبقار، بتساعده في عملية هضم الطعام. عنده أسنان قوية وحادة جدا عشان يقدر يقطع العشب والأشجار. بتعيش حيوانات الكونغر في مجموعات تسمى الغوغاء، واللي بيوصل عددهم فيها من 10 ل 100 حيوان. والكونغر من الحيوانات الاجتماعية. قارة استراليا هي الموطن الأصلي للكونغر، عشان كده أصبح رمز وطني للبلاد، فهتلاقي صوره منقوشة على العملة الوطنية وشعارات الفرق الرياضية وكتير من المؤسسات والمنظمات الأسترالية. تم تصنيف الكونغر لأربع أنواع رئيسية. النوع الأول هو الكونغر الأحمر، وده الأكبر حجما فيهم كلهم، وده موجود في كل أنحاء استراليا تقريبا، خاصة السهول المفتوحة. تاني نوع هو الكونغر الرمادي الشرقي، وده بيعيش في شرق استراليا. وتالت نوع الكونغر الرمادي الغربي، وده بيعيش في غرب استراليا. والكونغر الرمادي عموما أعداده بتبقى أكبر من الكونغر الأحمر. أما النوع الرابع هو الكونغر ذو الفرو، وبيسمى باسم أنتيلوبين أو كونغر الظباء، ده حجمه بيبقى أصغر من الكونغر الأحمر، وبيعيش في المناطق الشمالية من استراليا، وتسمى بالاسم ده بسبب نوعية الفرو اللي بيغطي جسمه اللي بيشبه فرو الظباء من حيث اللون والملمس. وعلى فكرة الظباء دي شبه الغزلان، فالفرق بين الظبي والغزال ان الظبي بتبقى قرونه طويلة وقوية عن الغزال، اما الغزال بتبقى قرونه صغيرة. الكونغر لو حس بالخطر ليه او لمجموعته بيضرب ديله في الارض بقوة عشان ينبه جماعته، وبيتواصل معاهم من خلال اللمس او الشم او البصر، وكمان اطلاق اصوات مميزة. عمرك سمعت عن حيوان ما بيشربش المية ويموت لو شربها؟ الحقيقة ان الكونغر ما بيشربش الماء الخارجي بتاعنا، ولو شربه بيموت، وده لا ينفي حقيقة ان كل الكائنات الحية ما تقدرش تعيش من غير مية. هو الكونغر بيعيش على الماء اللي بيستخلصه جسمه من النباتات والأعشاب اللي بيتغذى عليها، واللي بتحتوي على نسبة عالية من المية، واللي بتتناسب مع تركيبة جسمه، فلا تضره ولا تتسبب في موته. أما تركيبة الماء العادي لا تتناسب مع الكونغر، ودي أكتر الحوادث المؤدية لموت الكونغر شيوعا. لما يفكر حد يربيه بيحط قدامه مية للشرب فبيموت على طول، سبحان الله. أما عملية تكاثر الكونغر عجيبة جدا، سبحان الله، زي ما انت شايف مدة حمل الأنثى بتكون من 30 ل 40 يوم بس. بيقضي الصغير مدة قصيرة في رحم أمه، وبيخرج منها وهو صغير جدا، طوله حوالي 2 سنتي ووزنه 8 جرام عشان يكتمل نموه داخل الكيس. بيتولد أعمى وضعيف جدا، وبيستخدم إيديه عشان ينتقل من المشيمة للجيب اللي في بطن أمه، يكمل رحلة نموه، وده بيتم باعتماده على نفسه كليا، والأم ما بتنقلوش بنفسها، سبحان الله، ولا بتتدخل إطلاقا، بتخليه يعتمد على نفسه. وبيستخدم هو حاسة الشم عشان يوصل لثدي أمه ويوصل للجيب بتاعها ويمسك فيها وما يسيبهاش أبدا، وبيقضي في الجراب ده 190 يوم ما يخرجش. بعد كده يبدأ فرو ويطلع ويغادر الجراب ده لفترات ويرجع ليه تاني لو حس بالخطر أو الخوف، ويفضل كده لحد 7 شهور كاملة، بعد كده يغادر الجيب ويعيش بشكل مستقل. تعرف ان الكناغر بيتقاتلوا مع بعض زي البشر كده،
ويسمى قتال الكنغر بملاكمة الكنغر، بيدخلوا في قتال مع بعض وملاكمة بسبب التزاوج والفوز بالإناث أو الصراع على منطقة النفوذ أو لصد الحيوانات المفترسة وتخويفها. بيقف الكنغر على ذيله القوي ورجليه الخلفية الطويلة ويمسك في رقبة الكنغر التاني ويمد مخالبه وتبدأ المصارعة، ويرجع راسه للخلف عشان يحافظ على عينيه من الإصابة، واللي بيفوز بالمعركة الكنغر اللي بيفضل واقف، أما لو وقع على الأرض فهو كده يبقى خسر المعركة. أما الكناغر الصغار بيتصارعوا مع بعض وهم بيلعبوا. طب هل الكنغر بقى خطر على الإنسان؟ هقولك إن الكنغر حيوان خجول بطبعه وبيقفز بعيدا لو شاف الإنسان، لكنه حيوان بري قوي، ما تقدرش تتوقع إيه اللي ممكن يعمله فجأة لو حس بالخطر من الإنسان، فهو حيوان ماهر جدا في القتال، صعب هزيمته وركلاته قوية جدا، فالموضوع مش هيعدي بسلام أبدا للإنسان. فياريت الإنسان لو شاف الكنغر ما يهزرش معاه وينكشه، لأن الكنغر ما بيعرفش يهزر. بكده يبقى قلنا كل الحقائق والمعلومات الغريبة عن حيوانات قارة استراليا، دب الكوالا والكنغر، واستنوا فيديو جاي عن حيوان الكسلان. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، ومنتظرة رأيكم أكيد في التعليقات، واشتركوا معنا في القناة عشان تتابعوا كل جديد. ودمتم في أمان الله، مع السلامة.